خويا كني جاي نهضر لك على الالمان. انا الالمان رحت لها، عشت فيها ونعرف شا فيها وشا ما فيهاش. بغيت تروح الالمان مرحبا، ما بغيت تروح الالمان بروبليم تاعك. اللي راه باغي يعرف شا كان في الالمان شا ما كانش في الالمان يتبع هذا الفيديو. خوتي الاعزاء، نتوما راكم تعرفوني، كاين ناس ما يعرفونيش راهم يقولوا لي الالمان ماشي مليحه، الالمان ماشي منا، الالمان مليحه والالمان شابه واحسن بلد في اوروبا. انا نشوفها بهذه النظره، وكاين بزاف ناس متفقين معايا في هذا الراي وشوفوها كما انا شفتها. يعني كل بلاد عندها ايجابيات وسلبيات. انا واحد من الناس كي دخلت المانيا الفيديو اللي فاتني حبس لكم، كي خرجت من الكوميساريه كانوا قابضيني، غير دخلت قبضوني عطوني لادريس، رحت ندير اللجوء الانساني في المانيا. علاش؟ باسكو كنت انسان صغير، كان عندي 19 عام ونص، ما كنتش نجم ندير لا ديسيزيون اللي اختاريتها انا، انني خرجت من فرنسا باريس ورحت لالمانيا. خيرت هكا لا ديسيزيون تاع الصغر، واحد يروح لالمان باسكو فيها سكنه، فيها مصروف منها. حاجه الاولى 50% تاع الغربه خويا سكنه، 50% تاع الغربه هي السكنه. كي يكون عندك وين ترقد سي بون راك اليس في غربتك. انا واحد من الناس باش خيرت رحت هذا البلاد المانيا، باسكو كان عندي صاحبي عايش فيها عطاني انفورماسيون باللي المانيا كي غادي توصلها غادي تريح 15 يوم 20 يوم يعطوك سكنه. تما انا قلت نروح لالمان، خير ما نقعد نبات برا في الزنقه، خير ما نقعد نبات مع 16 واحد في دار، نروح لالمان يعطوني ساكن عندي وين نحط راسي ونتاقلم. جاو ناس قال لك لا لالمان ماشي مليحه، لالمان ماشي منا، هما قاعدين يركضوا في الزنقه في باري وفي بوردو وفي تولوز وبلا ما نقولوا كاين ولاد بلادنا تاني، وكاين حراقه عايشين لاباس كارين دايرين 50-50 ربعة تاع الناس ثلاثة كارين دار وكلشي ما خاصهم تخصص. شو الفئة اللي ناضت تنبح من مورايا قال لك خويا فرنسا مليحة خير من الألمان وهادي وهادي وهادي. فرنسا مليحة للناس اللي عندها كوعتها الجالية الجزائرية، فيها وفيهم وفيهم، كاين اللي راه عايش بيان كاين اللي ما راهش عايش بيان، كاين اللي راه باكو عطاه وباغي يخرج من فرنسا، كاين اللي عنده ناسيوناليتي فرونسيز باغي يخرج من فرنسا باسكو كلاوها. شكون كلاوها؟ كلاوها لي زافريكا، كلاوها العرب تاعنا، كلاوها لي زارجيريان اونتر بارونتيز حاشا اللي ما يستاهلوش وحاشا ولاد الفاميليا، كلاوها اللي راهم يخونوا واللي راهم يجريسوا بالعنف واللي راهم يديروا فيولونس واللي راهم بزاف صوالح وبلا ما نقولوا بلي ديتاي. على بالكم بكل شيء خوتي، كثر الناس اللي عايشه في فرنسا على بالها بكل شيء. انا واحد من الناس راني نحكي في لي صور تاعي، بغيت تتفرج خويا مرحبا دير ابوني ودير هذاك الجرس باش كي نحط فيديو يوصلك تبع لي صور تاعي. تعلق تعليق مليح تبارك الله، انتقاد بناء تبارك الله. بصح باش جيت وقعد هنايا لا ومنا ولا المان ماشي مليحه وهذه هذه، زعما ما نوافقكش الراي و ما نديهاش فيك، نبلوكيك باش ما تجيش تفرجني خويا العزيز. حبايبي زيني سمحوا لي طولت عليكم، ما درتكمش فيديو صافي 15 جور ولا 20 جور لظروف شخصيه، كنت مريض دعونا ربي يشافينا الحمد لله. دروك راني معافي غير ريحت شويه درت لكم فيديو، والله خوتي راكم تعرفوا مع ظروف الحياه والغربة كل شيء. انا نبغي نبارطاجي لي صور تاعي معاكم، كاين ناس تعرفها كاين ناس ما يعرفوهاش. المهم الفيديو اللي فات اللي ما تفرجاش يروح يتفرجه، حبستها لكم. كي جيت خارج من الكوميسارية في مدينة آخن وعطاوني لادريس، وين قلت لهم اني باغي نروح ندير لازيل. كي نقول لكم لازيل ما تخرج ليش تقول لي لا لازيل وهدرت في بلادك وممنوع تدخل لبلادك وبلا بلا بلا بلا، راكم تعرفوا. انا رحت ندير اللجوء الانساني، يعني اي واحد يدخل المانيا ماشي كيما فرنسا حاشا المتصنتين وحاشا ولاد بلادنا اللي عايشين في فرنسا، لا بوبيل تاع الاوروب كيما ولات دروك الوقت الحالي ولا وقت فات خسروها. شكون خسروها؟ تاوعنا لي زارجيريان اللي جاو من البلاد هما اللي خسروها، وغادي يوافقوني الراي، لي زارجيريان هما اللي خسروها. صاي كي فرنسا عرفت بلي ما تصلحليش منا منا، ما انا كنت صغير كيما نقولوا ما نعرفش اصلاحي غايه غايه، قلت معليش نروح لالمان تبارك الله. قلت انا نديرو هذه لازيل وصاي كيما راهم يديروا كاع الناس، خاطر شاب بلال بكري كان داير لازيل في الالمان، يعني الالمان حل لازيل تاعها من دوبوي 2004 2003 صاي فهمتوني، وانا دخلتها 2013. ايا تما الناس كتجي تعيش تما دير لازيل، تما تي اوبليجي عليك دير لازيل، ما كانش منها تعيش اونوار ما ديرش لازيل تقعد عايش هكا سون بابي. نو الالمان حنا ما تدخل للسما تاعهم سي اوبليجي يعرفوها مين جات هذه، لا دايره فاكسان لا اونسيت ولا ماشي اونسيت. صاي خوتي هذه
يعني راني نبين لكم الالمان كي دايره. الالمان سموك خويا دير الازيم ما تعيش اونوار كيما تعيش في اسبانيا ولا تعيش في بلجيكا ولا في فرنسا. الالمان القانون تاعها كيما هكا داير، سي اوبليجي عليك دير لازيم صاي. انا مانيش ناري، انا هضرتي كيما هكا، طاولي لادريس باش نروح ندير الازيل. كي خرجوني من الكوميساريه طاولي ورقه قالوا لي هادي لادريس وين تروح دير لازيل. لادريس عطاوها لي في مدينه دورتموند، بي فو بي يعني الشياطين الصفر، مدينه دورتموند راكم تعرفوها، واللي ما يعرفهاش يعرف الكلوب تاع دورتموند ستاد زيغنال ايدونا بارك. المهم خوتي خرجت عند الباب تاع الكوميساريه فرحان، راني فيرسي راني في الالمان صاحبي ما خصني والو سي بون عالميه. كي توصل لالمان تحس باللي راك في اوروبا، تحس باللي راك في دوله عظمى، تحس باللي ما كاش الخنز حاشاكم وحاشا المتصنتين، تحس باللي البعر بقلال، تحس باللي الحزادين ما كانش، تحس باللي راك في بلاد تاع دراهم، تحس باللي راك في بلاد قوه، تحس باللي راك في بلاد صعيبه باش تتاقلم معاهم، بصح لو فات فيك تاقلمت معاهم امبوسيبل تنساها ولا تروح لك من بالك امبوسيبل. صارينها كيما حنا نفس الام الالمان، صارينها كيما حنا نفس الام. شتاها امك حنينه فيك ما تخش تنساها كيما هكا الالمان. سمحوا لي كيما هكا الالمان اخوتي ما تبقاش تنسى حنينة الالمان. الالمان شابه تغويك بزينها، تقلب داك الدهشه، خاطش الدهشه تاع اوروبا كي توصل من البوطي عندها دهشه، وكي توصل لالمان عندها جوجاي واحد اخر، كي توصل فرنسا عملنا نورمال ماشي فرحه غير تما 30% فرحه غير تما. بصح لا فات فيك وصلت لالمان عزيزي المشاهد تنخلع تنخلع وتندهش، ما تامش عقلك. الالمان تشوف بنيادم كيما الروبويات يتمشوا، بنيان شباب، الارض نقيه، كل حاجه في بلاصتها والو. صباح يتمشوا مشنفين، حشيه يولوا يضحكوا يولوا يضحكوا فرحانين. المهم شعب خدام سيريو ما يزعقش، ما كانش هذاك واحد يزقي، ما كانش عياط، ما كانش تشو كارو، ما كانش تشو انورو، ما كانش خلص عليه كاسكروت، ما كانش وراك بيت اليوم ديني بات معاك. الالمان خويا كل طير يلغى برغاه، صافي فهمتوني، كل طير يلغى برغاه خويا، كل ماشي يتعلق برجلها في الالمان، كاع عندهم سكانين، كاع ماشي مخصوصين، كاع يخرصوا، كاع مهنين. المهم ما يخصك والو في الالمان. قضوا التالية عطاوني لادريس باش نروح ندير الازي. المهم كي خرجت عند الباب منه ما عنديش تليفون، وصاحبي اللي كان معايا طلقوه قبلي، كي ندير نجيبه دروك انا ما على باليش كاع وراني، ما على باليش وراني، ما على بالي خريطه وراني، ما نعرف جي بي اس، ما عندي تليفون، ما والو، جاي امي عادك جاي من لاجيري امي، ما تعلمت والو كما قلت لكم سياتي ماني طردوني من القرايه، ما على باليش وراني، ما على بالي الحدود اللي راني فيها، ما على بالي المدينه اللي راني فيها، ما على بالي بوالو. راني نقول لك فردان مدرا وصاي ندير هاك ندير هاك. وشفت صاحبي مجمع، قلت مزيان ربي هذا دروك عاود لقاني به، هو قاعد يقرا لي هذا ولد حوتي وصاحبي وطالعين في لعبه. المهم اقدا بنيه من ركبنا للتران رحنا للدار، دوشت رقدت نوض عشيه مع هذيك الرابعه الخمسه. اي قلت لها كيفاش درو؟ قال لي لا في غردك. قلت لها نروح اليوم منا؟ قال لي لا نورمال ماشي بروبليم. قال لي غد ولا ما غد روح. المهم في هذاك النهار زعما اقول قولي وهذا اكتفي. سيريو حبس، سيريو دوزيام جور في الالمان حبس. عمري لا سرقت في البلاد، سمعوا مليح، عمري لا سرقت في البلاد، عمري لا دخلت سونترال في البلاد، عمري لا درت مشكله في البلاد، عمري لا داولي كوميساريه في البلاد، عمري زعما لا درت مشاكل دارنا ولا جاو طبطبوا في دارنا ولا قالوا لهم والدينا صوالحنا ولا دانا رزقنا ولا. يعني نهار الزواج في المانيا 48 ساعه سيريو كملنا معاه حبسناه سي بون اديوس. خاطر علاش خوتي؟ مقله ما عنديش، ما عندي والو، وراني في بلاد قاطو كل شيء فيها محطوط. الحاجه الاولى ما كان عندي قش، ما كان عندي شغل، بس على بالي بلي كنت قادر نلبس مع صاحبي ومنا ومنا. بصح قلت انا حبس، انا قلت علاش دروك انا راني نشوف لي سوبرات منا صاي. خرجت كي تمرقات، خرجت هذاك النهار في الليل شفت الدعوه زاهية القش محطوط لي ماكازا منا، واحد جاي من لاجيري جامي دخل ماكازا. انا كي خرجت من الجزائر كان كاين ثلاثه لي سوبرات نقرا عليهم، كان كاين تاع خواجه، كان كاين واحد في شوبو، وثالث والله اه الثالث كان كاين في السينيا يعطولها بلازا هذا دروك بلع وكولا مولاه. المهم لي سوبرات دعوه
ما راني نقول لك مروبلا، كل شيء محطوط، الكتروميناجي، الريحه، القش، لي زاديداس، الشوكولاته، الماكله، ما تمدهوش. انت تمشي وحال فمي، انا ما نكذبش عليكم صراحه. دروك انا كيفاش انا جايب قش من اسبانيا في باري، يومين ما بدلتش، نهار في بلجيكا، وصل لالمان مازال نبقى شي ندور، حشمت باش اصحاب لصاحبي بقشاك فاهم. اي ديريكت نافيغيت قش، دخلت تما رفدت كاع كاع الصوالح اللي عجبوني، رفدت رفدت سروال تريكو من فيستا هذه، دخلت وين يبدلوا لبستهم ما فيهم ني عياطه، هذيك اللي قش تصوني اللي والو زعما قابل. لبست منا جيت خارج صباط شباب منا كلبرت في لافار، لبست منا خرجت صافي فرحت فرحت، قاعد نقول ايه الالمان فريدي يا فري عقلي فري جونتي فري ناس ملاح. شو اقول اخوتي حاجه ما فكرتكمش بها، كي خرجت انا كيما نقولوا ما درتش في راسي باش باش هكا كيما نقولوا اونتر بارونتيز نسرق، خاطش نسميت كيما نقولوا انا سي فري في الالمان هذه بي في الديلي تاعها يعيطوا لها جريمه، يعني جريمه يعني جريمه فاهم يعني سرقه، بس انا ما درتش في راسي بلي ني جاي نسرق ولا، انا درت في راسي ما عنديش نلبس اوبليجي ليا ما عنديش دراهم باش نشري اوبليجي ليا ندي فاهم. اي ديت من لبست خرج نورمال صاي ما كاش اللي يهضر معايا، ابخي عادوا من داك ثاني عاود كومسا من غد اللي عليه عاود كومسا، بعد نهار ثالث سي بون كيما نقولوا ولفت هذاك الريجيم، شهر الاول ولفت هذاك الريجيم، من بعد سي بون درت في راسي باش نروح ندير لازيل تاعي، نروح للعنوان مدينه دورتموند، مدينه دورتموند بعيده على المدينه اللي كنت فيها انا اخر زو سوايع ونص ثلاثه هكا. ركبت ترا سمعوا مليح وما تنتقدونيش، قبدوا تاليا كي نكمل كاع لي صور تاعي فيديو مورا فيديو تما تنتقدوني خوتي دروك غير تبعوا لي صور اوكي معليش، واللي بغى ينتقد حاجه اخرى ولا يسقسي ولا مرحبا به دير لنا كومونتير، ولا الانستغرام تاعي هو لي فلوك، ولا التيك توك تاعي هو لي فلوك، مرحبا بكم تلقوني داير لي لايف تما ولا في التيك توك يوميا. المهم رحنا للادريس اللي طاوني ندير فيها الازيل، فتنا على مدينه كولن، وكان هذه غادي تصرى لي فيها قصه، وهذا المدينه غادي يزيد عندي فيها ولد في الفيديوهات القادمه ان شاء الله نحكي لكم. المهم هذا الشهر الاول تاعي في المانيا كولن كولن ديسبورغ ديزلدوف ديرن بوخم جيزيكيرشم اوبرهاوزن اسن دورتموند، وصلنا لدورتموند رحت لهاد البلاصه في الترام، كي نزلت من لاكار تاع دورتموند رحت لهاد البلاصه في الترام سموها اخناي، هذه اخناي هي البلاصه اللي يديروا فيها مركز اللاجئين، يعني تروح دير فيها اللجوء الانساني، ويجوا فيها ناس ثاني سوريين وكل عراقيين يديروا فيها اللجوء السياسي. صاي خوتي انا دخلت عند الباب يسقسوك يعطوك زوج وراقي يقول لك عمرهم، انا سقسيت قلت لهم انا مغربي، الناس سقساوني قال لك علاش تطيح مغربي ما تطيحش جزائري، هي مليحه تطيح جزائري وماشي مليحه تطيح جزائري علاش؟ باسكو خوتي انا كي طحت جزائري دروك غادي تعرفوا النهايه تاعي كيفاش كملت، وانت غادي انا لو كان طحت جزائري يرسلوني للبلاد بالخوف عام يرسلوني للبلاد، بصح لو فات لي طحت مغربي ما يرسلوكش للبلاد، بصح لو كان تبغي تتزوج تطيح في مشاكل. صافي خوتي قبضوا تاليا عند الباب ماركيت له منا 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 مغربي بلا 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 كازا بو كيسموها مو كيسموها وين جيت علاه جيت منا منا، عطيتهم هذيك الورقه اي بصموني هكا في ورقه بصمات هادو 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 اي من بعد عطاوني مفتاح تاع الشومبره قالوا لي طلع الشومبره فلانيه وراو لي ريستورون، عطاوني بورصه هكا بورصه كبيره فيها قوة جديدة فيها مخدة فيها فشيطة فيها مغرف فيها خدمي فيها صابون فيها شامبوان فيها سربيتة تاع الوجه، ايا وراو لي شومبرا قالوا لي هذيك هي الشومبرا اللي غادي تقعد فيها خويا، قالوا لي هذا طابلو غادي تقعد في هذا الطابلو يوميا الصباح تجي تفيري في اسمك، الى لقاوك اسمك مكتوب عرف بلي غادي تروح عند الطبيب، قالوا لي مره يديروا لك طبيب مره يديروا لك انترفيو مره يدوك يبصموك، المره الرابعه كيحطوا اسمك يعني كل اسبوع ينحطوا اسمك، المره الرابعه يدوك يديروا لك تيراج يعطوك سكن يعطوك سكن انفرادي. الوقت الحالي المانيا ما راهيش تمد سكن انفرادي راهي تمد سكن مشترك، انا في الوقت اللي كنت فيه كانوا يمدوا سكن انفرادي يعني يمدوا لك غرفه تمام،
هذه هي وهذا هو. طلعت لهذيك الشومبره فرحان مهني الاز لاباس. فوت النهار الاول الزوج وصاحبي وصلني وقعد معايا، قعد معايا ما دخلش معايا من الباب، من بعدها دخل عندي. المهم كنا نعرفه صاحبي كان يعرف التقب وكل شيء، دخل عندي منا بات معايا في هذيك الشومبره باسكو ما نجموش نعاود نولوا للدار وغدو من داك نعاودو نجو دروك، سي اوبليجي ليا نقعد في الكام. الكام مركز اللجوء والمهاجرين، تقعد فيه حتى يصنعوا لك بطاقه سموها الاوسفايس بالالمانيه تتمشى بها ويدوك لادريس تاعك وتولي عندك دار وتولي عندك خلصه وتولي ريغلو عندك حق في الطب، داوي باطل عينيك صحتك دير راديو باطل سنيك روماتيز ظهرك شعرك كل حاجه داوي باطل في المانيا ما تخلص والو. علاش؟ باسكو خاصين على الاتحاد الاوروبي الكوميتي اوروبيا مخلصتهم على الناس اللي يجوا عندهم اللاجئين، والمانيا توجور طالب بالمهاجرين يجوا عندها. اوكي احبابي. المهم فوت نهار الاول نهار زوج، نهار ثالث داوني عند الطبيب داروا لي سكانر جينينال جامي درت في حياتي، جامي درت في حياتي والله العظيم صراحه زعما خلعت انا براي خلعت في البلاد يديروا له بالك 10 ملايين ولا 20 مليون. المهم سكانر جينينال من هنا قال لك صحتك بيا لاباس فوتوا ليا، لا فيها الله يحفظ ويستر الكونسير، لا فيها السيدا، لا فيها تيبركيلوز، لا فيها السكر، لا فيها ديابيت، لا فيها لا طونسيون، لا تمشي مليح ما تمشيش مليح، لا نشوف مليح ما نشوفش مليح، الكبده مريضه ماشي مريضه فاهم كل شيء. فوتوا لي اللي دخلوني عند طبا بروفيسيونيل، شيوخه شيوخه لي زعما في الطب، شيوخه في الطب لي زعما عندهم طياره سبيطار. المهم قال لك صحتك راهي مليحه، عاودت وليت للكام وقعدت قاعد في الكام. كاين تما شبيبه، كاين مغاربه، كاين توانسه، كاين ديزارجيريان خوتنا حراقه، كاين بزاف، كاين ناس جاو على طريق تركيا، كاين ناس جاو في بوطي، كاين ناس جاو من الانجليز باش يعيشوا في الالمان، كاين ناس راحوا من اسبانيا، كاين ناس راحوا من الطليان، تعرف عليهم تما. المهم درينا وقت على الفطور على 12، الوقت على العشاء على 7 تاع الليل، ومن بعد تقدر تبدا شومبرتك وراك مريح تكونيكتي. وانا ما كانش عندي تليفون والله العظيم، كان عندي غير التليفون تاع صاحبي كونيكتي به ساعه على ساعه، وانا مريحين من الذاكره يعني نقصروا نضحكوا ونلعبوا، وما كانش لي يخرج من الكامر. تخرج دي صوالحك في النهار تعاود تولي، ما كانش منها تخرج في الليل الدور تعاود تولي كما تبغي، نو ممنوع ناين ناين دارس ونيش غاوس غانيكس. المهم النهار الرابع الخامس قال لك الانترفيو، انا انترفيو هذا ما على باليش كيفاش انترفيو، انا كي رحت شفت اسمي في الطابلو كاتبين انترفيو فلان بالفلان انا قلت كيفاش انا نروح نشوف هذا انترفيو صباح نوض وصاي صباح نوض منا داوني هكا ود البيرو بقيت تما في الكامر ايا مجمع الالماني مجمع الترجمان مغربي. قبل ما يدخل هذاك الالماني كان ترجمان مغربي طاني واحد الورقه قال لي صلح، قال لي لا راك كاتب اسمك ولا كنيتك خطا صلحهم. قلت له مين سقسيك خويا كنيتك شوالا؟ قال لي انت مغربي؟ قلت له هو واخا انا مغربي من كازا. قال لي كنيتك مغربي ما تعرفش كنيتك؟ قلت له والله ما نعرفها كنيتك شوالا. قال لي كنيتك هي اللقب ديالك؟ قال لي انت باينه فيك تزيري. قال لي طيح تزيري وخلاص. قلت له لا، قلت له انا مغربي من كازا. قال لي راك ياك؟ قال لي ماكش تكذب؟ قلت له لا مانيش نكذب. كنت فاكر هاد الصور الحميد تشوفك خوتي والله العظيم مع راني مقريبي راني غير كي ريحت وليت ديكون في فيديو. المهم دخل الالماني جمع ولا بوزي لها في دي كاستيون، كيسموك مين جيت علاه جيت بو كيسموها مو كيسموها خو كيسموه اختك كيسموها شكون تخدم شكون تقرا شدت في حياتك ما الهدف تاعك كي جيت المانيا بلا 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 باغي تخدم باغي تقرا يسقسي فيك من هنا. كملت هذيك الانترفيو بصموني هادي 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 وجهي ودنيه كلشي بصموني يعني نقول لك بصمت 100 و200 بصمه ما لي عقل على والو بزاف بصموني ماشي كرعيه بواتير ويدوها لك. المهم قالوا لي صاي روح وليت هذيك الشومبرا رقدت قعدت يومين حطوا اسمي. المهم اجماعا قعدت في الكام تاخر ناي واحد 12 يوم كيبقى ثلاث ايام هكا طلعوني واحد الجبل سموه بورباخ هذه كازيرنا في دورتموند كانت كازيرنا بعد ردوها مركز مهاجرين تاع اللاجئين طلعوني ضربت فيها ثلاث ايام اربع ايام خرجوا التيراج تاعي باللي رحلوني عطاوني سكنه في واحد المدينه اسمها بغيلون في الجهه تاع زوالاند يعني في الدواوير تاع دورتموند يعني في واحد الدوار في دورتموند دوار قريه هكا صغيره
شو انا كي ساقسين قلت لهم هذه بريرون قال لك بلاصه فيها الثلج بزاف انا قالوا لي هكا دوار واحد قال لي سوري قال لي دوار ماشي دوار زعما قال لي ضيعه صغيره قلت له ضيعه صغيره اخويا انا في باب الحاره في الالمان تقول لي ضيعه صغيره انا في قلبي كان نسكن هكا فرانكفورت شتوتغارت برلين فاهم طوني قال لك في ضيعه صغيره ما تفهمناش على ضيعه صغيره اخويا كيما هكا عندنا في بارين نتمرمدو صاي اي واسمع ليش غدوه نوت ركبوني في الفورغون بدنا يا خويا ماشي فورغون ماشي فورغون بحبسيه ولا فورغون هكا مرسيدس فيتو ايوا فيه بلايص ركبونا يركبونا وداينا المهم دابا هكا الطريقه هكا تشوف لا ناتور تاكي داير نقول لك جنه فوق الارض لارمان لارمان كومبلي غابه مخدومه شابه بصح عقليه تاع واحد يسكن في دوار وعقليه تاع واحد يسكن في بلاد لا فيل زعما كيف كيف ماشي كيما انا عندنا في البلاد صحاب الصحراء مساكين وصحاب التل ماشي كيف كيف منا الاخرين فايتين هم ولادو كيقول لهم انا خير منكم باسكو حنا محلبين وحنا نتوما قلين لا كيف كيف راك فاهم يعني الشعب ماشي مدابز ما بيناتها ما عندهاش العنصريه والجهويه كيما حنا عندنا عنصريه وجهويه بيناتنا خوتي صافي فهمتوني رايحين 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 اي سقسيت واحد تما يهضر فرنسي قلت له ماشي اسكو je peux parler avec toi انا ما داش فرنسي زعما غايا شنو نسلك راسي قال لي وي يا با سوسي قلت له سيت فيل بريلون الي بال انا ما نعرفش نهضر زعما ماشي من بعد تقولوا لي كومونتير تاع شطاد انا نقول لكم فيها قلت له الي بال هذه لا فيل بريلون قال لي وي لا فيل بريلون قال لي يديروا فيها سكي انا ما نعرفش سكي عادك جاي من الجزائر ما عباليش ولا سكي هي ما ديتهاش فيه المهم حطني هكا واحد الشالي هكا قهوي ايو في شنابر اي طلعني قال لي هاك هذا المفتاح تاعك قال لي هذه صبرتي دخلت هذيك الشومره كانت غير نشوف فيها ناموسيه فيها ماريو فيها طابله فيها كرسي فيها فراش فيها طبسي فيها فرشيطه فيها مغرف فيها كاس فيها شوب فيها مخده فيها ليزار فيها كل شيء كل شيء تحسب اوتيل ماشي شومره فيها كل شيء بعد قعدت واحد الساعه جا عندي واحد داني قال لي اطلع معايا باللوطو ما فهمش طبطب عليا داني انا قلت له شكون المهم السيد لابس كومبي لي زون منا داني ولا لي البونكا قال لي هنايا غتولي تخلص اي ما فهمت والو بعد عاود ركبني عاود داني ولد البيرو قال لي هذا السوسيال تاعك قال لي كل شهر هو يهضر بالالمانيه شو ولا انا فهمت اش كان باغي يوصل لي صافي فهمتوني خاطر تفهم تفهم يفهم فيه بيدي وكريه بروح كي تجي في الدراهم تفهم خوتي زعما كي تجي في الدراهم تفهم كي داني بوكا عرفت بلي هنا تدي لاصوص بعد داني ولد البيرو قال لي هذا هو السوسيال تاعك دخلني عند هذاك السوسيال واحد السوسيال يا خوتي واحد البنادم عنده 60 عام ولا فري مغصص فري سمي قال لي وير ار يو فروم قلت له يا فروم ماروكو كيما نقولوا غير تفان اللي ما دفلاش عليه فري ما يبغوش مغاربه ما يبغوش جزائريين ما يبغوش توازه فري مسمو فري سمو مو وين نقول لك غادي نشوف فيها هاك من فوق للتحت كنت لابس جوكينغ اديداس و مسروقه وكنت لابس مايك ثاني مسروقه دير 115 اورو انا على لي ليتر اللي ديتهم ايوا كنت دير ساكوشا كنت دير بوني شباب من هنا وفيستا تاع كوير من فوق هذا شوف فيها من فوق للتحت زعما تاعي راك جاي دير لوجو انساني لي زالمو يحكموا كيما هكا يقبضوا غير تاليا يحكموا بالمظهر الخارجي خاطر يحسبوا لك المهم راه جاي بزاف لي فيديو زيد نحكي لحبابي صاي هذا الفيديو غادي نخليه لكم كيما راه راه شحال 23 دقيقه اخوتي هيا غادي نخليه لكم كيما راه نتلاقاو فيديو جداد ما غاديش نطول عليكم غير تفاعلوا معنا البارطاج لازم لازم خويا قبل ما تكم... قبل ما تبدا الفيديو دير لي جيم صاي باش الفيديو يطلع لنا كيما حبابنا كاع اللي كانوا يتفرجونا يعاودوا يجوا باسكو الحباب نساوني عندي بزاف ما درتش لي فيديو كلشي الحباب رانا قاعدين عند السوسيال عطاوني سكنه 350 اورو في الشهر سكنه 350 اورو في الشهر والداوي باطل ورانا عايشين عندهم وغادي نشوفوا لا ماتش راه دازت لنا وبارطاجوا معكم لي صور تاعنا وحياتنا من 2013 حتى 2022 وراه جايه 2023 ونقول لكم كاع شنو درنا فيها في هذا البيريود من تا للبا صاي من ا لزد حبابي خوتي الموت عليكم ميرسي بوكو على الدعم تحياتنا لكاع الحرايقه وين ما كانوا كاع خوتي وحبابي وصحابي اللي تلاقيت بهم في اوروبا واللي مازال راني نتلاقى بهم واللي مازال صحبه بيناتنا
وتحياتنا صحاب البلاد كاع اللي ناويه هجر من البلاد، الله يكمل لها ان شاء الله. وتحياتي كبيره 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 للجاليه الجزائريه، نموت عليكم وربي يخليكم كاع حبابي عبر كل انحاء العالم، المانيا، فرنسا، بلجيكا، اسبانيا، بريطانيا، امريكا وكندا. تحياتنا لكم كاع حبابي زينين، نموت عليكم من عند هواري المانيا. تشاو.